وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان في السنة الثانية، فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه أثار حفيظته أغضبه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ، هذه كانت عاداتهم، كشف عن استه أي عن دبره، وصرخ وعمراه، أراد أن يذكي النار في نفوسهم، فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن خرجت مكة بجحافلها وسيلها، الآن جيش النبي ليس بشيء أمام ذلك الجيش، فرسان النبي ليس بشيء، وهكذا الإبل ليس هناك معادلة كما يقولون، ليس هناك معادلة بين الجيشين، لكن وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم الأخ نبيل، 151 يعني نحو 160، هنا 130، في بعض كتب السيرة المعاصرة نحو هذا 160 كيلومترا، سفر يعني بعيدة جدا. قال وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، الآن المبارزة، وكان عادة العرب إذا حصلت المعركة بين فريقين وجيشين يبدأون بالمبارزة، لأنها عند ذلك يعني كل يمتلئ غيظا على الآخر. وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، إذن هؤلاء ثلاثة، كم؟ نعم أبو محمد يقول في البداية والنهاية عدد القافلة 1000 بعير غنيمة، لكن صرف الله هذه الغنيمة لما هو أعظم من الغنيمة. قال فخرج إليهم 3 من الأنصار، عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفرة، فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار، فقالوا أكفاء كرام، أكفاء من المكافأة يعني بمعنى الند المكافئ المساوي النظير، إنما نريد بني عمنا، أنتم من الأنصار ما نريدكم، نحن نريد من بني عمنا من القرشيين، نحن من قريش ونريد الذين يبارزوننا من قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال فبرز إليهم علي قرشي، علي بن أبي طالب، ليث من ليوث الإسلام رضي الله عنه،
وعبيدة بن الحارث وحمزة، سبحان الله، حمزة أسد الله، وعلي معروف شجاعته ومكانته، وعبيدة نعم من صحابة رسول الله الشجعان، إذن ثلاثة بثلاثة. قال: فقتل علي قرنة، القرن الكفء، قرنة قال كفأه في الشجاعة، فقتل علي قرنه الوليد. الحمد لله، كم نرتاح صح. ويتمنى أحدنا لو كان سيفا في يد أحدهم ليعين الضارب، هكذا يتمنى أن يكون سيفا والله. وقتل حمزة، وحمزة على قرن أبي عبيدة، نعم لا قبله. قال: وقتل حمزة قرنه عتبة، وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلا واحتمل عبيدة. الله. الحديث رواه أبو داود وأحمد من حديث علي وإسناده صحيح. يا لها من فرحة عند الصحابة رضي الله عنهم في البداية، ويا لها من هزيمة وانكسار في قلوب أولئك الذين دارت عليهم الدوائر، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فجاءت على رؤوسهم: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال: وقد قطعت رجله، رجل عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه. قال: فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفرة، الضمن المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء. قال: وكان علي يقسم، أي يحلف، لنزلت هذه الآية فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآية، الحديث متفق عليه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال: ثم حمي الوطيس، الوطيس التنور، أي اشتد حره، معنى ذلك أن المعركة بعد المبارزة حمي وطيسها واستدارت راح الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء والابتهال. أعظم ناصر هو الدعاء، الدعاء الدعاء. وهذا كان في نفوسهم، يعني لم ننصر بكثرة عدد ولا عدد، إنما بالدعاء. ذلكم الرجل الذي من هو الذي قال فيه الأمير: أصبعه أحب إلي من ألف سيف شهير وشاب طرير، يعني قوي ظهر شاربه. من هو؟ من هو؟ قيلت في محمد بن واسع، انظر ترجمته، قيلت فيه: دعاء إذا رفعها نزل النصر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بألف من الملائكة، استجاب الله لهم. هذا رسول الله، وقد
صنعت له الأنصار والصحابة رضي الله عنهم عريشا من أجل أن يشاهد المعركة، وأحاطوه بسياج بقيادة سعد من الأنصار حراسة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: بعض مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك، يعني يكفي، أكثرت على ربك، ربك سينجز وسينصرك، فقد وعدك بالنصر. قال: فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، أغفى بمعنى جاءه النعاس طول الليل، ورسول الله تحت أصل شجرة يصلي إليها يدعو ويبتهل، لم ينم، المعركة يعني قائمة، والأبصار يعني مشدودة، زاغت الأبصار. قال: وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله، والنعاس كما قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس إذا نزل في الحرب فهذا دليل على قوة المقاتل وشجاعته، ما عنده خوف، ينام. فالله جل وعلا قال: إذ يغشيكم النعاس. قال: وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، أحمل سيف السقط يريد أن ينام، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بعد أن استيقظ من هذه الإغفاء، فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. سبحان الله، سبحان الله، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في ثنايا النقع الغبار، أي هو جاي الغبار، نعم جاء جبريل. قال الله: والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أي الغبار، الغبار الذي يصعد ويظهر. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، يعني كأن المشركين يقولون: هذه أكتافنا وظهورنا، إن شئتم فضربا وإن شئتم فأسرا. فسبحان الله، النصر من الله، النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله. فقتلوا منهم 70، لا إله إلا الله، أين القوة؟ العدد. وأسروا 70، الكل كم؟ 140، 140 ما بين أسير وقتيل. طيب أيهما أغلى، القافلة أم هؤلاء؟ نعم، هؤلاء مع وجود الهيبة التي وضعها رب العالمين في قلوب المناوئين لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم: فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، من هم؟ قريش
فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم، فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه، رجع القهقرى، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، كما ذكر الله ذلك في القرآن: إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله. إبليس يخاف الله؟ لا لا، يعني هو كاذب في ذلك. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم، وهذا أظهر، يخاف أن يهلك، والله جل وعلا أنظره إلى يوم يبعثون. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر إن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. يعني تربية الصحابة كانت تربية إيمانية قوية، قلوبهم مليئة بحب الله والثقة به والتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. ولما دنا العدو وتواجه القوم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير بن الحمام فقال: يا رسول الله، جنة أرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرن وعاء، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. سبحان الله، حديث رواه مسلم. وفي قوله بخ بخ، هذه كلمة تستخدمها العرب بمعنى أنا أستحسن ذلك، وفيها تفخيم وتعظيم،
وأخرج التمرات من قرنه أي من الجعبة التي فيها طعامه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء فرمى بها وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. الحديث نعم، يعني الحافظ هنا المحقق يحسنه، وأيضا يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني المسدد هو الله جل وعلا. قال: وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثابته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال، فالإيصال من الله. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم، يعني كما جاء أنه يرفع سيفه فيرى رأس الكافر سقط، كيف؟ الذي سبقه إلى ضربه ملك من ملائكة الله. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين ينظر يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم، اسم لك. قال: إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط، يعني امتثالا لقول الله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط. قال: فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الحديث رواه مسلم من حديث عمر. فنزلت الملائكة ويعني فعلت ما فعلت في المشركين. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. من قطع؟ الملك. قال: فعرفت أنه قد قتله غيري. حديث خرجه أحمد لكن إسناده ضعيف. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. قال: وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة: العباس وعقيل ونوفل بن الحارث. هذا عند أبي داود وأحمد عن علي بسند صحيح. قال: وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع
قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة ابن مالك، فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي، وخاف أن يخلص إليه القتل. فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس، لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد مع محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، يعني حتى يربطونهم أسرى بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم. هذا ضعيف، الحديث ضعيف، لكن استدلالا بقول الله: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال: واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداء فأحنه الغداء، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. سبحان الله، أظن أنه على الحق. نعم، زين له سوء عمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولهذا الآية: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريش، متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل، والله كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفرة حتى برد، مات هذا الطاغية، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ يريد أن يخبر باسمه ويريد من المنتصر. فقال: لله ولرسوله. وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي. نعم، في بعضها أنه لما رقى عليه ونظر إليه أبو جهل ماذا قال له؟ لقد ارتقيت مرتقى صعب يا رويع الغنم،
تصعد على أعناق الرجال، لكن الذي رفع هذا هو الإسلام، والذي أسقط هذا هو الكفر، فسبحان الله. قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرني. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا الرجل الطاغية أبو جهل. والحديث الحديث أصله في الصحيح كما مر بنا، لكن بهذا الإسناد وبهذا السياق ضعيف. قال: وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا، فأبصره بلال، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. ثم استوخى، استصرخ جماعة من الأنصار، واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم. قال: فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه، قال: ففرغوا منه ثم لحقوهما. فقال له عبد الرحمن: ابرك. فبرك فألقى نفسه عليه. هؤلاء ليوث الإسلام أين ما ذهب الصيف وراه. قال: ابرك. فبرك فألقى نفسه عليه، فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. قال له أمية قبل ذلك: من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال: ذلك حمزة بن عبد المطلب. فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها. فلما رآه أمية قال له: أنا خير لك من هذه الأدراع. فألقاها وأخذه. فلما قتله الأنصار كان يقول: يرحم الله بلالا، فجعني بأدراعي وبأسيري. لا بقي أسير ولا أبقيت الأدراع. وهنا الحديث أخرجه الإمام البخاري بنحو هذا السياق. هنا في السير للذهبي رحمه الله، قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء. قال: تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. سبحان الله، الدعاء الدعاء. وترجمت هذا الرجل من أحسن التراجم لما تحلى به من الورع رحمه الله تعالى. هنا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: قريبا أجلي، بعيدا أملي، سيئا عملي. قال: وقيل اشتكى رجل من ولد محمد بن واسع إليه، فقال لولده: تستطيل على الناس، وأمك اشتريتها 400 درهم، الذي يظهر جارية،
وأما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. هذا غاية التواضع. نعم غاية التواضع. سبحان الله. أشياء جميلة في ترجمة هذا الإمام رحمه الله. قال ودعاه بعض الأمراء فأراده على بعض الأمر، أراد أن يوليه فأبى، فقال إنك أحمق، القائل الأمير لمحمد بن واسع إنك أحمق. قال محمد ما زلت يقال لي هذا منذ أنا صغير، أنا صغير يقال لي أحمق، الآن لو قيل لواحد منا تأثر. سبحان الله. وروي أن قاصا كان يقرب أو يقرب محمد بن واسع إلى هنا بارك الله.